طيب تمام كويس قوي. فبيبتدي متحمس جدا وبعدين بيزهق. بليز يا سرطان حاول ما تبتديش يعني بطاقه جامده قوي قوي وتبتدي تستنفذها بسرعه وتزهق بسرعه. خد الموضوع بالراحه. وكمان بيقول لي انه في هنا شخص جنبك، شايفين الكائن الصغير ده البورس ده، بيدي لك نصايح مش مفيده، مش مفيده بالنسبه لك. بليز توخى الحذر، والنصيحه اللي تسمعها قلبها في دماغك الاول، دورها في دماغك شويه، وبعد كده بعد كده يعني اتعامل. طبعا في سفر يا سرطان، عندك سفر، عندك طريق طويل، طريق جديد انت ما كنتش عامل حسابك عليه، حاجه جديده كده، سكه جديده خالص. القرايه حلوه، هلخصها بسرعه معلش عشان هي اتقطعت في النص. نهايه الم ان شاء الله، خير عملته ان شاء الله بيترد لك، او حاجه انت منتظرها ان شاء الله هتجيلك. في حاله منافسه جديده او حاله دفاع عن النفس، لكن اثبت يا سرطان انت قوي جدا الفتره دي. ده انت اللي بتحط القوانين، انت حاجه قويه جدا دلوقتي، الناس بترجع لك في كل حاجه. روبي على طول بكتب لك وما بتردين. نوره معلش حبيبتي انا في قرايه، استني هخلص وهقرا تعليقك. تطور ميديا سرطان ان شاء الله كويس جدا، ان شاء الله مش عاتل الهم للفلوس. في هنا مغامره هتقرر ان انت تعملها. في الحمد لله استقرار في الحاله الاسريه. افتكر ده تاثير حاله الدفاع عن النفس او حاله المواجهه اللي انت فيها. بشكرك يا رحمه. في هنا حاله يعني بتبتدي متحمس قوي، بتفقد حماسك بسرعه، وشايفه قدامي طريق جديد خالص يا سرطان انت ما كنتش ناوي له وما كنتش عامل حسابك عليه. طيب اكتبي لي بقى الكومنت بتاعك دلوقتي حبيبي، انا معاكي اهو. مشاكل كتير، ان شاء الله الدنيا هتظبط. والله يا سحر انا لسه مخفتش 100% يعني بس الحمد لله احسن. انا قلت الاسد يا رعاء موجود يا حبيبتي في الصفحه موجود. طيب هقول بقى المجموعه الثالثه، سوري الحاله العاطفيه المجموعه الثانيه بسرعه، حاسه انا اتاخرت. ممتازه، بشكرك جدا يا وليد، بشكرك قوي. العذراء حاضر، العربي سيطره حاضر. دي حاله كل برج سرطان ده فعلا. مساء الفل يا ام حسن، تسلمي لي يا كاميليا، الله يسلمك يا هناء. اسد موجود يا نور في الصفحه. يا رحمه انت اللي قمر بموت فيكي، وانت يا نهى وحشتيني قوي قوي قوي. صح جدا، تمام يا جهاد، منك مش بتردي عليا ليه يا ميرو؟ قلت في قرايه يا حبيبتي، انا اللي بموت فيكي يا نهى. حمل حاضر هنقوله تاني. العفو. مساء الفل يا رحمه. القوس حاضر ان شاء الله هنقول قريب جدا، والجد يقرب خلاص. احس باحباط ومخنوقه فقد الامل. ليه يا لوبلي نانو؟ اي لاف يو تو يا اميمه. لا حبيبتي ما تعمليش كده، تكون خيره. بصي في حاجات كويسه جدا جايه، مش عايزاكي تفقدي الامل بالطريقه دي. مفيش حاجه اسمها افقد الامل، يعني ايه تفقدي الامل؟ يعني مش عارفه اقول لك ايه، كل يوم في جديد، كل يوم في حاجه جديده، وربنا يستعيه يعني بيمتحننا امتحانات وبيرجع يعوضنا تاني بعدين. ان شاء الله ربنا هيعوضك بفرحه كبيره والله. استني بس شويه. في صوت غير صوتك بسمعه. ايوه هو ده بالظبط اللي انا عايزه اعرفه. في فيديو داخل على فيديو فيسبوك، في مشكله. شفت هو ده انا كنت بسال عليه. بشكرك يا رودينا، بشكرك يا شوشو. طب اكمل ولا اعمل ايه؟ الله يسلمك يا هبه حبيبتي يا نهى، ميرسي يا حبيبه قلبي، ميرسي يا منى جدا، منى وناس، ميرسي يا روح قلبي. طيب تعالوا نقول. تمام يا ملاك، الحمد لله تمام جدا. ايه حوت يشعر بعزله وغربه؟ هل هذا الامر طبيعي؟ بالقاسم بص انا حوت ومش حاسه ده، العكس العكس، هي ساعات بيجي لي الشعور ده بس مش دلوقتي، انا مش حاساه دلوقتي. يمكن تكون بتمر بظروف دلوقتي مش كويسه، ومش شايف دعم كافي او مساعده كافيه
من اللي حواليك، ده اللي بحسسك بالغربة احتمال. بس الحوت حساس وحساسيته بتخليه يفسر الامور بشكل غير واقعي شويه. ساعات احنا هوائيين برضو، فمش شرط يكون احساسك ده حقيقي، يعني ده ممكن يكون مجرد احساس جواك بس مش ده الواقع. فاهم قصدي؟ حاول تلمس الواقع شويه بالتعامل مع الناس، هتشوف ان انت لا انت مش في عزله ومش لوحدك وحواليك ناس كتير بتحبك والكلام ده، يعني انا واثقه منه. مش هتجرب، حاول بس اطلع من خيالك شويه. طيب تعالوا نشوف الحالة، مين بيعمل ساد فيس وبيعيط؟ لا انا عايزة لوب ولايكس. اللي بيعيط او بتعيط بليز ستوب كراين بليز. لا احنا مصدقنا والنهارده بنحتفل، صوتك واضح جدا، شكرا يا خولة. تعالوا نشوف السرطان عايز ايه. لا الصورة مش واضحة، عربي اخرج وادخل تاني، ان شاء الله هتبقى كويسة. ده شخص بيعتمد على نفسه، السرطان حابب يعتمد على نفسه. ماديا، ولو كان ده الراجل وهو اكيد معتمد على نفسه ماديا، فهو عايز يعتمد على نفسه. انا حاسس ان هو يعني متكل على الشريك في حاجات، حابب يبقى لوحده، يعني ما يكونش عنده اعتماد على حد. السرطان نفسه في ايه؟ لو السرطانية ما اتجوزوش لسه، عايزة اتمام زواج، عايز تتجوز. لو تم الزواج نفسها في حمل، نفسها في طفل، او ممكن يكون نفسها في حب غير مشروط. اوكي، شايفه شريكها ازاي؟ عايز اعلق بس على الحب الغير مشروط ده. لو انت متجوزه ارجوكي حاولي تطلعي الفكره دي من دماغك، لان الحب الغير مشروط في الجواز يعني هو موجود بس واخد صوره مختلفه، يعني فاهمه قصدي؟ ما تدوريش على الصوره دي عشان ما تتعبيش لو انت بنت. والراجل على فكره نفس الكلام، يعني لو انتم متجوزين وخلاص في بينكم عشره والكلام ده، الحب الغير مشروط، الحب اللي هو الرومانسي قوي ده، اخذ صوره مختلفه، موجود بس واخد صوره مختلفه شويه. السرطان شايف شريكه ازاي؟ شايفه محتار او همله ومركز في حاجه تانيه اكتر منه، واخده انتباهه، في حاجه شده انتباهه اكتر من شريكه. الطاقة ما بينكم مرحلة جديدة، انتوا داخلين على مرحلة جديدة بس مرحلة حلوة يا سرطان، مرحلة حلوة. انت على فكرة اللي بتبعد، شريكك عايز ايه؟ حصل حاجات كتير الفترة اللي فاتت ضايقتني، ان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة يا منة. شريكك حابب يفكر لوحده، عايز يقعد يفكر لوحده، هو يعني على حسب برجه بس هو واضح ما هو من الابراج اللي بتحب تفكر نفسها، الابراج الاسد، الايه تاني اللي بيحبوا يفكروا لوحدهم دول، العذراء، يعني حابب يفكر في حاجه، عايز فرص معاك اكتر، يعني نفسه تديله فرصه. شكل الفرصه دي اتجاهك انت، محتاج منك فرص اكتر، اديله فرص شويه. بتبعد عنه، هو شايفك بتبعد عنه، زعلان وبتبعد عنه، وانا حاسه ان هو مش عارف سبب، يعني هو لو دخلت جواه، لو دخلت دماغه، هو مش عارف السبب ايه، هو مش عارف تبعد ليه. فياريت نوضح، انتوا في مرحلة خوف، انتوا الاثنين، هو خايف شايفك بتبعد، وانت خايف شايفه ان هو مش معبرك او مش مهتم بيك ومش مديلك الاهتمام والحب الكافي، خايفين انتوا الاثنين. المرحلة الجديدة بقى بتاعت الطاقة اللي انا قلت لكم عليها، طاقتكم كده انت وشريكك يا سرطان، اهو دي الطاقة الجديدة، المرحلة الجديدة، مشاعر جديدة بتحسوها لبعض. وممكن يكون مولود يا سرطان، يا سرطانية، يا اللي مستنيين مولود، ده كارت مولود جديد ان شاء الله في حمل او في حاجة من يعني كده مؤشرات لهذا الموضوع. بصوا بقى بعدها الفارس، هتبقوا فرسان بقى لبعض، كله هيدي بقى لبعض، والعطاء الفرص اللي عايزها شريكك هتديها له، وهتبتدي تهتم بيه، وتشوف الصوره اختلفت خالص عندك. يعني انا مش شايفه اي داعي لبعدك، اللي شريكك شايفك بتبعد. يا سرطان انتبه، وانت فعلا حاسس انت بتاخد خطوات وبتحاول تاهل نفسك انك ما تعتمدش عليه في حاجه، يعني خلاص انا هعمل نفسي اللي انا محتاجه ومش محتاج شريك في حاجه. لا الدنيا ما بتمشيش كده،
لو لفترة حبيت تمشيها كده ما يجراش حاجة، بس مش هتمشي العلاقة كده، وهي هتظبط ان شاء الله في مشاعر جديدة زي ما قلت، او مولود جديد في بعدها، ده حب كتير واهتمام وعطاء بيقدم شيء. القراءة حلوة قوي، بحب القراءات اللي نهايتها حلوة، النهاية حلوة جدا يا سرطان ما شاء الله. اوكي لا يا مها، اللايف شغال كويس ما فيهوش اي حاجه، ما فصلش حبيبتي موجوده. اوكي مين بيرد لحسابه الشخصي؟ اوكي تمام. اوكي ايوه يا سندس اتفضلي. مساء الفل يا سيف، اهلا بيك. بنت من يوم انت مستعجلة على ايه؟ مستعجلة ايه حبيبتي؟ يا حبيبي يا الله بشكرك يا روحي. العقرب هيتقال حاضر، جوزاء قلته. وعليكم السلام يا انا منى، وعليكم السلام ورحمة الله حبيبتي ازيك. الميزان ما قلناش الميزان. طيب يلا بسرعة كده نقول المجموعة التالتة والاخيرة اللي هي بتبتدي من 10 لحد 21 يوليو. بيعلق أم عمار اخرجي وادخلي تاني، اخرجي وادخلي تاني. اوكي وميما جنو بارلي بار فرونسي انجلي سي بوبلي. شفتوا الحته الفرنش دي اللي طلعت دي؟ ميرسي يا ام حسن بشكرك، يعني انا قلت اي حاجه الصراحه يعني، بس اكيد فهمت ليه مش برد. كامدل اكيد كنت في قرايه حبيبتي، انا بقرا كل المسجات لما بكونش في قرايه. يا رب تختاريني. طيب هنشوف هي ولا اللي اختارت الصراحه. المجموعه الثالثه والاخيره برج السرطان. سفنط تاني سنة واحدة يا جماعة. المجموعة التالتة والأخيرة القراءة العامة برج السرطان. أيوة أيوة طيب بصوا يا حبايبي، شايفه ليه حاسه ان السرطان دول المجموعه الثالثه دول كانوا في علاقه مش معروفه، علاقه مستخبيه سريه. اوكي والعلاقة دي هتتعرف، انه حد هيكتشفها. والموضوع ده هيكون نقطة تحول في حياة السرطان. اوكي سيبوا بقى انا قلت ده على جنب، في سرطان، في سرطانية هيبقى واقع عليهم الموضوع ده انا متأكد. السرطان في حالة ارتباط شديد مع شريكه، او في حالة اختيار بيختار بين حاجتين. السرطان مندفع قوي بمشاعره، رايح باتجاه مشاعره بشكل قوي جدا، لكن في شخص في حياتك يا سرطان موقفك، مش موقفك عشان هو مش بيحبك، لا هو بيوقفك عشان هو خايف عليك، عشان هو عارف انك انت مشاعرك هي اللي بتقودك، خايف عليك فواقف عليك حارس، منعك تاخد، منعك ان انت تاخد اي خطوة. اسمع كلامه، معلش اسمع كلامه. الشخص اللي واقف لك ده هي القطة السودة دي،
التصوير دي انا بحبها جدا على فكره. ده خير، ده شخص منك، شخص قريب قوي منك، شخص من العيله، ام. انا دايما بحس ان القطه دي ام واقفه قدامك وبتقول لك لا استنى خليك حذر، انت رايح على حاجه باندفاع شديد يا سرطان. بس افتكر دي حاجه تخص عملك، رايح لها بسرعه، شايف في هدف قدامك وانت رايح له بسرعه ومش هتقف باذن الله غير لما توصل له. في عمليه تحول بتحصل في حياتك للسرطان المجموعه الثالثه، في عمليه تحول، انقلاب، في انقلاب بيحصل. هيبقى فيها مواجهات كتيره، هيبقى في مواجهات كتيره قوي، بس انت هتقرر تديها ظهرك وتمشي، تبعد عن كل المهاترات والمواجهات وهتمشي. مش شرط تكون علاقه كانت في السر وتعرفت، ممكن يكون حاجه تعرفت عنك يا سرطان انت كنت مخبيها مده طويله، ودي هتعمل لك نقطه تحول. انا مش عارفه ليه الموضوع ده، يعني دي الطاقه اللي واصله لي جدا من الكارت ده. هتبعد عن المشاكل دي وتروح في حته اكثر امانا، وهتاخد السلام والهدوء اللي انت عايزه اللي انت بتسعى وراه. هتهدى، في هدوء عندك تام، بس انتبه في شخص مستني لك غلطه. قدامي ورق، انت بتعمل ورق، في حاجه تخص ورق انت بتنفذه من نفسك، بتبيع او بتشتري او بتقترض او اي حاجه من الحاجات اللي فيها ورق كتير، او انت اسأت الحكم على حد، ظلمت حد، او اقل تقدير يعني انك انت اسأت الحكم على حد. عندك حيرة برضو يا سرطان، محتار، رجل في الارض ورجل في المية، مش عارف تاخد قرار. في حاجة مخوفاك، افتكر ان السرطان ده، العقرب ده، اتسبب لك في اذى، فعلا خوفك. طيب النصيحة بقى، سايسو، keep your enemies close، خلي اعدائك قريبين منك. الشخص اللي مسبب لك القلق ده وقاعد مستني الفرصة عشان يحط سم او علشان يأذيك، ده عايزك تقربه منك جدا، واللي هو ايه تطبطب عليه كده ويبقى تحت عينك على طول، تحت عينك، علشان ان شاء الله تتفادى الحاجات دي. مش هيأذيك، انا مش شايف انه هيقوم لك باي اذى. وانت واجه ما يعني. فلنفرض ان الشيء اللي انت كنت مخبيته كان غلط، كانت حاجه غلط انت عاملها، ايه يعني، مفيش حد فينا ما بيغلطش. عملت حاجه غلط، واجه نفسك، قول انا عملت كذا كذا كذا، ما يهمكش حاجه خلاص، واللي يحصل يحصل يعني. سر بينفضح، عادي عادي خالص، عادي خالص. المواجهه، انت محتاج تواجه يا